كرة القدم فيها ذكريات جميلة، فيها ذكريات سيئة، وفيها أيضا أحداث ووقائع غريبة صعب ينساها التاريخ. في قصتنا اليوم راح نتكلم عن بعض من هذه الغرائب اللي شهدتها كرة القدم عبر التاريخ، والبداية من إنجلترا. في أواخر مايو 2007 نادي تركواي يونايتد الإنجليزي هبط للدرجة الثالثة. رئيس النادي وقتها مارك باتيسيون قرر بيع 51% من أسهم النادي لشركة استثمارية تدعم الفريق، وبنفس الوقت قرر تعيين مدرب جديد للفريق هو ليرو روزينير اللي كان درب النادي في فترة سابقة. لكن الطريف والغريب في الأمر أن ملاك النادي الجدد أصدروا بيان بعد 10 دقائق بس من تعيين روزينير، وأكدوا فيه أنهم قرروا إقالته وإعادة مدرب الفريق السابق لمنصبه. وبكذا كانت هذه الفترة هي أقصر فترة في التاريخ لمدرب على رأس مهامه. إلى الجار اسكتلندا، في 30 ديسمبر 1995 جماهير اسكتلندا كانت على موعد مع قمة بين رينجرز وهيبرنين، وكان يقودها الحكم إدويغ سميث اللي يبدو أنه كان بين قوسين نقدر نسميه نفسية. في تلك المباراة الحكم وقعت منه البطاقة الصفراء على الأرض من غير ما ينتبه، فلاعب رينجرز بول جاسكوين حب أنه يرجعها له لكن بطريقة طريفة من خلال رفعها عاليا بوجه الحكم وكأنه قاعد ينذره. لكن خوينا هذا الحكم دويغ سميث ما تقبل دعابة اللاعب جاسكوين، فأخذ البطاقة وأعطاه إنذار على تصرفه. وأخيرا إلى استراليا واللاعب المنحوس أوتو كونار. الحارس الأسترالي كان على ما يبدو غير محبوب من الجماهير لسبب أو لآخر. في 1994 كونار كان يحرس مرمى سالزبورغ النمساوي في جوزيبي ميازا، والجماهير رمت عليه زجاجة ماي السببت في جرح براسه. بعدها بسنتين كونار نفسه كان في ريال سرقسطة الأسباني ومجددا، وكأن الجماهير متقصدتنا. في إحدى المباريات خرج على نقالة بعد ما رمته الجماهير بالألعاب النارية وتعرض لحروق من الدرجة الأولى. كونار هو اللي يقدر يقول فعلا Why always me.